جاءت فكرة البودكاست كوسيلة جديدة وأخرى لحتى إحنا نوصل رسالتنا إحنا كطلاب تدريب مهني وخريجين من مؤسسة التدريب المهني، وحتى نوضح للناس ونعرفهم بالتخصصات اللي إحنا درسناها والتخصصات المتاحة بمؤسسة التدريب المهني. وإجينا إحنا اليوم لهون وعملنا سلسلة هاي الحلقات لحتى إحنا نعرض لكم تجاربنا الخاصة كطلاب وبعد هيك كخريجين وشو إحنا استفدنا، وكذلك كان موجود معنا مدرباتنا الفاضلات وحكونا عن قصصهم وبالتدريب إحنا شو عندنا قصص نجاح، شو عندنا قصص إنسانية، شو حصل معنا، شو صار. فبهذا البودكاست حبينا إنه منا ولكم تسمعوا منا إحنا، لأنه إحنا الطلاب، إحنا اللي درسنا تخرجنا أخذنا فكرة وحبينا نشارككم بتجربتنا وأفكارنا وقصص نجاحنا والصعوبات اللي إحنا واجهناها، نعطيكم وننور لكم زي ما بيحكوا إنه ننور الطريق لكم لحتى يكون عندكم معرفة أكتر، لحتى إنه إحنا نحكي لكم إنه إحنا دربنا، خرجنا، اشتغلنا، أتاحت لنا الشهادة المهنية فرص عمل وتشغيل بالقطاع الخاص، وفرت لنا فرص عمل حلوة، وكثير منا عمل مشاريعه الخاصة، سطر قصص نجاح حلوة كثيرة، وصلنا لكم صوتنا، حبينا إنه نحكي لكم عن تجاربنا. من هون انطلقت مبادرة بودكاست VTC سوا، مجموعة من طلاب وخريجي التدريب المهني، حبينا إنه إحنا وصلكم رسالتنا. بتمنى إنه توصلت الرسالة وإنه أنتوا تستفيدوا من تجاربنا وقصصنا وتعطيكم الإلهام لحتى إنه أنتوا تبدعوا وتسلكوا طريق جديد بحياتكم. مش ضروري دائما الطريق الأكاديمي هو طريق النجاح، لا، كمان في عنا المسار المهني بحقق لك النجاح وبيخليك توصل وبتكون صاحب عمل وصاحب كارير. ويعطيكم ألف عافية.